بتتخانقوا مع بعض علشان الفلوس؟ اخص عليكم يا رزق ما اخرس ولا بس مش رزق، اسمي بابا رزق. انا اسف يا بابا رزق. وما تكلمني ما تبصش في عينيا، بص في الارض. انتوا كمان بصوا في الارض. حاضر يا بابا. الغلطه اللي غلطتها من 7 سنين ادفع ثمنها لغايه دلوقتي. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، وكل واحد يدورها في عقله هو غلط في ايه ويعتذر. فلوس، الله ينهل ابو الفلوس، الله ينهل ابو الفلوس، الله ينهل ابو الفلوس. انا دورتها في عقلي، انا غلطت، انا سرقت من كل قلبي، انا اسف. انا دورتها في عقلي، انا غلطت، انا سرقت من كل قلبي، انا اسفه. انا دورتها في عقلي، انا غلطت، انا غلطت اني ما سرقتش من كل قلبي، انا اسف. ايه ده انتوا واقفين كده ليه؟ ريتاش تعالي اقفي جنبنا بسرعه وبصي في الارض عشان بابا متنرفز جدا. بابا؟ بابا فين؟ بابا هنا. هنا اهو واقف عند السفره جنب شنطه الفلوس. مفيش بابا؟ مفيش شنطه فلوس؟ ومفيش سفره؟ يا نهار اسود. فخر هو بابا فعلا مشي وخد شنطه الفلوس؟ ما ترفع وشك وتبص. ما انا خايف افكر ارفع وشي وما الاقيش الفلوس. لا ما انت هترفع وشك هتلاقيه هرب. تعال يا رزق. يا رب بقى. ها عملت ايه؟ وديت اختك المصحة؟ وديتها المصحة، بس أول ما دخلنا المصحة قعدت تصرخ وتجري وتقول أنا عايزة خالد، عايزة خالد، وبعدين قامت داخلة الحمام واقفة على طرف الكابانيه ونطش طرد. عملت إيه؟ ولا حاجة، شديت عليها السيفون. سيد، وأنت جبت معاك أكل؟ منين يا فخر؟ ده أنا جاي شبط في حنطور. يا جدعان أنا جعان جعان. أبوس إيديكم، يعني شوفوا معاكم أي فلوس هاتوا لنا بيها أكل. الله يسامحك يابا. مش كنت سبت لنا احنا الفلوس كنا تهنينا بيها بدل ما تسرقها تاني. مريتاج، هو باباكي ما بعتش الصدقه بتاعت اول كل شهر؟ لا. انت متاكد ان مراتك دي بنت ناس يالا سيد؟ مش عارف والله فخر، شكلها كده الخارجي غير طريقه كلامها خالص. هي فعلا عامله زي اللاب الابل اللي نازل له ويندوز. اتلم يا فخر بدل ما تدب ايدي في بقك اطلع مصارينك اقلبك زي الشراب. طلعيها مش هتلاقي فيها حاجة. عارفة ليه؟ عشان أنا جعان، أنا جعان، أنا جعان، أنا شارب نص إزازة الزيت لحد دلوقتي من جوه ما شبعتش. أبوس إيديكوا، اتصرفوا استلفوا من أي حد، أنا استلفت من كل أعضاء النادي. طب اهدوا يا جماعة اهدوا، أنا كده كده رايحة لمامي عشان عندنا سيشن يوجا مع بعض، هأتكلم معاها بقى في الفلوس. يلا، باي باي. يا سلام على روقان البال. ريتاش لو شفت باباكي قولي له يبعت لي البوكسرات القديمه، لحد دلوقتي ما بعتليش كسوه الصيف. عنده شويه بوكسرات يا فخر، لو شفتها هتلبسها تيشرتات. مين كان يصدق بنت ريتاج يوصل بيها الحل للدرجه دي؟ والله العظيم يا مو هرجعهم لك على طول، وبعدين هو مش مبلغ كبير قوي يعني. يا حبيبتي انا مش بتكلم على الفلوس، انا بتكلم عليكي انتي. انت يا ريتاج؟ لا انا الوضع ده مش مريحني خالص. ان شاء الله الوضع هيتحسن، هو بس سيد عشان لسه في بدايه حياته. سيد مين؟ انا مش بتكلم على سيد، انا بتكلم على وضع اليوجا ده. هو احنا ممكن نبدل؟ بدلي يا ماما بدلي. ايه يا ماما انا في ايه ولا في ايه؟ حرام عليكي والنبي انا مش مستحمله. طب طب خلاص خلاص بس اهدي. ايه رايك تيجي تغيري الجو معايا في العزبه؟ عندي حاجه كده هخلصها. لا 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 انا مش فاضيه خالص، روحي انت، انا مش فاضيه اليومين دول فعلا. ليه يا حبيبتي؟ ده سكر ابن خالتك مصر انك تيجي. ياه هو لسه عايش؟ فاكره سكر؟ فاكره لما كان عايز يتقدم لك؟ والنبي ما تفكرنيش، ده انا فلتت منه باعجوبه ده. لا ده حاجه خانيه قوي يعني.
ياه اهو سكر اهو. الو ايوه سكر. انا مش فاهمه الناس دي ليه مصره تديني الفلوس كاش ويوم الخميس. اعمل انا ايه بالفلوس لغايه لما البنك يفتح؟ يا حبيبي ما خافش ازاي، دول 20 مليون جنيه. اذا كان كده معلش لو انت هتشيلهم عندك. طيب ماشي يا سكر، مع السلامه. هو ايه موضوع ال 20 مليون جنيه ده؟ سكر شاف لي مشتري الارض المحلك. المهم انت كنت عايزه فلوس قد ايه؟ ال 20 مليون. معلش هو فعلا انا تعبانه قوي اليومين دول ومحتاجه فعلا اغير جو. انا هاجي معاكي. انا مش عارف انتوا بتفكروا ازاي. اللي في دماغك ده ريتاج انا مستحيل اعمله، بعيد عن احلامك. في يا سيد ده بدل ما تشكرني اني واقفه جنبك. والله فيك الخير يا ريتاج. ده لو السما اتطربقت على الارض انا مش هعمل كده. يا سيد ما الفلوس كده كده بتاعتي بعد عمر طويل. والله فيك الخير يا ريتاج. يا خير انا مش مصدق. دي ريتاج البنت الرقيقه اللي انا اتجوزتها؟ ده انت كنت ملاك. ايه اللي حصل فيك يا ريتاج؟ كله بسببك، كله بسببك انت يا شطام. من ساعه ما دخلت البيت الهادي، البيت السعيد اللي كان مبني من طوبه فضه وطوبه ذهب، وانت هدمته بمنتهى السهوله يا شطام. حرام عليك يا شطام. انا يا ابني الله يسامحك يا ابني، ما هي البت بتقول لك كده كده الفلوس هتروح لها، وبعدين لو غمقت يعني قوي وامها قفشت ايه؟ اكيد امها مش هتبلغ عن بنتها عشان هتخاف من الفضيحه، وانا ماليش دعوه بالموضوع اصلا يعني. وانا اللي هتحبس. فيها كلام. وبعدين فهمني انا يا سيد، انت معصلك دماغك المره دي ليه؟ ما تفكرنيش يا فخر، ما تفكرنيش باللي احنا عملناه ارجوك. انا فهمت انت مش عايز تسافر ليه؟ انت غيران من سكر ابن خالتي عشان كان عايز يتجوزني زمان مش كده؟ لا سكر مين ده اللي هغير منه؟ اكيد مش هغير من سكر. بس زي ما تقولي كده يعني كل ما تيجي سيره الجدع ده بيجي في دماغي ذكريات انا مش عايز اتذكرها. انت قصدك عليهم اللي خدك لفه بالحصان في البلد؟ يعني هو كان واخدني وراه الحصان؟ ده كان ساحلني بحبل ورا الحصان. اي بتوجع دي. يبقى قصدك لما بقيتك يوم في الترع وطلع عندك برهارسيا واتعالجت منها؟ لسه بتعالج منها لحد دلوقتي يا ريتاش، ده انا لسه واخد حقنه من ساعه. عرفت خلاص، انت قصدك على اليوم اللي دخلك فيه غيط الدره وراح ولع فيه. يا نهار اسود. ولع فيه؟ ده مش سكر، ده هتلر. ما ليه حق الواد يخاف. فخر لو عندك كلمة حلوة قولها، ما عندكش اكتم. ماشي. بقول لكم ايه يا جماعة؟ لو ما خدناش الفلوس من ماما هتديها لسكر، ولو سكر خدها مش هنعرف نوصل لها. ها جاية ولا دورك جاي؟ جاي. جاي. تمام. يبقى على الله التسهيل. ريتاج عايز اسألك سؤال. ما عندكيش أخت أمورة كيوت زيك كده عايزة ترتبط بمجرم؟ بالراحه يا عم سكر. مش وش اسكت بقى، ما تقعدش تصوصو كيف لنا سوي. يا عم سكر انت مش قلت ان رجالتك هيضربوا نار على انارب الرجاله بس؟ ضربوا على الستات ليه؟ ما حدش من رجالتي ضرب نار عليك. انا رجالتي كانت بتتبادل ده الاطلاق النيران مع الارانب، هتلاقي ارنب اصابك بالخطا. ايوه صح، انا شفت ارنب منهم بيحط ايده في ظهره كده وبيطلع حاجه كانه بيطلع طبنجه، وبعد كده ما شفتش حاجه. ايه ده؟ قرب رصاصه في اسمر رجليه واخد جزره في وشه؟ هو كان اسمر فعلا، بس موضوع الجزره ده ما شفتوش لان هو كان ملسم. دي طلبة ارنب غفير، هتلاقي حاطط بندقية كده على كتفه ده. ايوه نظره ضعيف، هتلاقيه اصابك بالخط. طب يا عم سكر، يا عم سكر انت فاتح الجرح ده كله ليه؟ وانت هتطلع طلقه قد كده؟ انت اشتغلت الدكتور قبلك ده؟ لا ولا لا. سيبنا نستكشف مع بعض بقى. بعدين انا اسمع دايما كده ان الجرح الكبير يحتاج ابره كبيره، وده جرح كبير. يا نهار اسود، دي ابره تريكو. انت بتعمل شرز؟ يبقى انا لازم اعمل شرز. مش الطلقه غرقه من البندقيه بتعمل شرز كده؟ لا بتعمل شرز يا سيدي. الف بعد الشرز عليك. الله يرجعنا فيك. انت مجنون؟ محظوظ انت مجنون؟ عايز ست السيد؟ اقسم بالله لو كان جرى له حاجه كنت دفنت الجنب. اهدى يا ريتاج. في ايه يالا؟ في ايه؟ عمال اقول ذكريات وحركات، ذكريات ايه ونيلة ايه؟ ده انا عمال اكدب عشان نعدي اليومين. ده ايه يا ريتاج؟ هتضيع هيبتك قدام الرجاله. عايز تفتكر الذكريات؟ تعالى بقى افكرك بالذكريات. فاكر ابو اسماعيل اللي ربطناه في الساقيه؟ اسكت يا ريتاج. ده ما كانش ابو اسماعيل، ده كان انت يالا ربطناك في الساقيه زي الجاموسه وقعدنا نضحك عليه. اسكت يا ريتاج. انت فاكر عيد الميلاد؟ بلاش ده، بلاش ده ابوس ايديك. لما لبستك بطريق وقعدت تتقف زي الاهبل ومش عارف تمسك الجاتوه. اهدي يا ريتاج، احنا فعلا طلعنا ظالمين. مش هو اللي ضربني بالنار، اللي ضربني بالنار طلبه الارنب الغفير. ارنب طلبه ايه يا اهبل؟
ما ترجل يالا في ايه؟ ده انت مضروب بطلقه يعني، ده انا كنت بتضرب بطلقه الار بي جي في ظهري بنزل تاني يوم الشغل عادي يعني. انا عارفه انت عملت كل ده ليه؟ انت قلت تخلص من جوزي ها؟ عشان لسه بتحبني. تحبني ايه؟ ده انت بتعشقني يا عشقي يالا. لا يا بنت الناس، لحد كده ونقطه من اول السطح. موضوع اللي بتتكلم عنه ده انتهى جوايا بنسبه 50%، واعتقد ان دي نسبه كافيه جدا ان احنا نصدقه ونسامحه، لانك لو ظلمتيه اكتر من كده ريتاج ربنا مش هيسامحك. حقكم عليا، انا محقوق لك يا ريتاج، محقوق لك يا سيد. ده انا لابوس جزمتك. انا محقوق لك يا فخر. لا يا باشا انا مبسوط جدا والله، ده كفايه استقبالك لينا. وعشان كده ارجوكم تقبلوا اعتذاري وتلبوا دعوه النهارده على فرح سكر على ريتاج. ايه؟ سكر على ريتاج؟ انت خلاص يا ريتاج؟ خلاص؟ قررتي تتجوزيه؟ لا ده انت عبيط واهبل بقى. ده فهمتي يا سيد؟ النهارده فرح الحصان سكر على المهر ريتاج جميلة الجميلات. وانا اللي ظنيت في السوق يا ذكر. يا مدك دك يا مدك عرس عرس عامله في وشك ده. انا قلت الزق شنب عشان اعمل لنفسي هيبه كده وسط الرجاله واشرفك وسط اهلك. كده بتشرفني؟ لبس لبس صعيدي على شنب هتلر وكده بتشرفني يا سيد؟ ايه وحش يا ريتاج؟ وحش؟ انت شفت كام واحد ضحك عليك وانت داخل؟ لا يا بنتي دول كانوا بيضحكوا على الاطروفه بتاعت عم سكر، اصلا كانت بتضحك قوي. لا بيضحكوا عليك يا سيد عشان شبه الصرصور. انت يا سيد النهارده فرح الحصان سكر على المهر ريتاج جميله الجميلات. وانا اللي ظنيت في السوق يا ذكر. يا مدك دك يا مدك عرس عرس طرق يا مدك دك يا مدك عرس عرس طرق خلي اللي يقول يا بابا خلي اللي يقول يقول خلي اللي يقول يقول يا با يا با يا با خلي اللي يقول يقول يا با يا با اللي انت عامله في وشك ده. انا قلت الزق شنب عشان اعمل لنفسي هيبه كده وسط الرجاله واشرفك وسط اهلك. كده بتشرفني؟ لبس لبس صعيدي على شنب هتلر وكده بتشرفني يا سيد؟ ايه وحش يا ريتاج؟ وحش؟ انت شفت كام واحد ضحك عليك وانت داخل؟ لا يا بنتي دول كانوا بيضحكوا على الاطروفه بتاعت عم سكر، اصلا كانت بتضحك قوي. لا بيضحكوا عليك يا سيد عشان شبه الصرصور. دول ايه يا رجاله؟ ايه المهره ريتاج والحصان سكر اتاخروا في ده ليه؟ الكوافير زحمه ولا ايه؟ والله وجعني كبير. حصلت الضحك ده قبل كده والله يحصل. يا الميوزيكا دي بتمزعني من جوه يا مومبي. ايوه هي انشوده جميله. بس عندي فضول اسال سؤال معلش. ايوه هي الهلمه والقبهه دي كلها مش كتير يعني على ان انت تتجوز حسين لبعض؟ كتير. ويا المهره ريتاج اي مهره عندينا وليه؟ دي ست الستات أميرة الأميرات ساحرة الجنوب. إيه ده؟ مش دوكا حورية فرجالي؟ أيوه يا كانت حورية بس حورية من الجنة. الله شوقتني قوي أشوف المهرة ريتاج عم سكر. حبها الحصان سكر وداب فيها كيت ما بيدوب السكر في الشاي وكان كل حلم إنه أخذها وراها على ظهر الفرس الأبيض ويروحوا مع بعض لبلاد بعيد. طب إزاي يركب على ظهر فرس وهو أصلا الحصان؟ مش فاهم. دي انت غلسة غلاسة يا ريتاج، ما تخلينا اكمل الحديت. ايه الغلاسة دي يا ريتاج؟ كمل يا عم سكر، ده انا متشوق جدا اعرف اخر الحدوتة الجميلة دي. وفي يوم اخبر ما طلعت له الشمس عدى من قدام الاسطبل بغل. والبغل ده كان اسمه سيد؟ انت منهنه ولا ايه؟
لا لا انا اخد بغل. على فكره يا جماعه، على فكره البغل ده اسمه سيد على اسمي. ايوه عارف ان اسمك سيد. كمل عم سكر، كمل. ايه اخر حدوته؟ يوم اغبر ما طلعت له الشمس عدى من قدام الاسطبل للبغل سيد محمل بالعلف والتبن، امتصت المهره ريتاج في نظرها ولاف عليها البغل سيد. طب ازاي خليت الحصان والحصانه يتجوزوا وبعدت عنهم البغل سيد ده؟ قتلته. قتلت البغل سيد؟ قتلته معنويا، لبسته ارنب انتايا ونزلته الغيط يجري ويهزهز في الفرنوكه. لا معلش بقى عم سكر، افورت منك دي شويه في الحدوته. مفيش بغل راجل يعني هيقبل على نفسه يلبس ارنبه ست؟ جبل البغل سيد قبل يلبس ارنبه وينزل الغيط يهزهز في الفرنوكه. الفرنوكه؟ اه فهمت؟ فهمت. اه مرحبا سكر بيه. اهلا بسيد الرجال. مش هتسمعنا حاجه سكر بيه؟ لازما يعني؟ لازما طبعا يا سكر بيه. طب انا هحصلك دلوقتي. وفي يا عم سكر؟ هو انت المونولوجيست بتاع القريه ولا ايه؟ مونولوجيست؟ اه ايوه مونولوجيست. عشان كده هسمعك مونولوج هيعجبك على الاخر.